صباح الخير عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم وبسلامتكم. اليوم جايه نقدم لكم القطبان ديال ليسبادون، وغادي نقدموا معاهم واحد لاصالاد بورتوغيز. غادي نقول لكم هذه وجبه صيفيه 100%، كنتمنىكم تشوفوها من الاول حتى الاخر، ولايكيو لايكيو بارطاجيو وفعلوا الجرس باش يجيكم الجديد. غادي نديروا فيهم الملحه، كمون، تحميرة، والثومة، وسكنجبير، والثومة اللي ها هي الثومة الله يخليكم كتروها، ما بقاش نقول لكم أنا الحوت، الحوت ضروري ضروري، عندكم الحوت والدجاج عندهم سميتو، الثومة كتكون كتيرة. دابا هاد الشيء غادي نديرو القزبور والمعدنوس. وغادي نديرو فيهم الحامض اللي ها هو كي قلت لكم راه درت عليه فيديو سميتو، كنديرو دي كوب باش كنلقاه على طول يعني. لا فيديو ديال الحامض غادي تلقاوها في صندوق الوصف، غادي نهبطها لكم في صندوق الوصف باش تشوفوا كي كندير ليه باش كيبقى عندي على قد العام. دابا غادي نخليوه نخليوه يترقد في هذا الشيء، عاد نتلاقاو في المونتاج. القطبان ملي كتشريوهم جداد كترقدوهم هكا في الماء باش ملي كديروهم يطيبوا ما كيتحرقوش. نعاودو نتلاقاو في المونتاج باش نطلعو القطيبات ديالنا، كنديرو فيهم فليفله خضراء، فليفله صفراء، فليفله حمراء، وهما القطيبات ديالنا مرقدين. غنديرو لي طوماط سوغيز وبصيله، هذا الشيء كله غادي يتمنطى في القطيبات وصافي. هذا ما عندنا لاش حيت استعملنا غير القطبان، وها هما هادو باقيين مرطبين حتى يرطبوا مزيان، عاد ان شاء الله نمونطيو القطيبات ديالنا. السلام عليكم، هاني عاود جيت. دابا غادي نديرو ان شاء الله هادو بعد ما رطبوا، غادي نتمنوا على الله ما يتحرقوش لينا في الفران. غنديرو مطيشة سوغيز وقطيب هكا ديال الدجاج، ديال الحوت، فليفلة، اختاروا فليفلة حمراء ولا فليفلة صفراء ولا ديروا فليفلة خضراء، تيا فليفلة خضراء وقطيب، بصيلة. تاخدو شوفوا خدو غير ورقة، ما ديروش هذا كله، غير ورقة ديال البصلة اللي ها هي، إيوا ها هي، ديروا ورقة ديال البصلة وقطيب هاد البصله اللي خصها تبان، ونديرو غادي تسكت، ايوا تسكت، هادي فليفله حمراء، غنديرو فليفله حمراء بيان سور ديما قطيب، وتمشيو على هاد الشكيل، نديرو فليفله صفراء، وغادي نسدو بواحد المطيشه، ديما ديروها من لاكو ديالها فين هي هنايا، فوالا صافي. ونتلاقاو ان شاء الله ملي نكونو كنطيبو، ملي نطيبوهم ان شاء الله نقدموهم لكم. بعد ما درنا القطيبات ديالنا ديال ليسبادون، دابا غادي نديرو لاصالاد ديالنا بورتوغيز، وغادي تتابعوا معايا ان شاء الله من الاول حتى الاخر. القطيبات ديالنا غنكونو ملي نكونو كنصاوبو لاصالاد راهم هما غادي يبداو يتشواو في الفران. دابا تابعوا معايا، وهادو هما المقادير، تبعوهم. شلاضه خضراء، اي شلاضه عجبتكم، الخيار والفكوس هذا ثانوي، ثانوي ماشي ضروري ديروه وما كيكونش، انا غادي نديرو حيت الناس طلبوه ليا، حيت الناس عندي هنا في الدار طلبوه ليا. عندك حمامسات مسلوقين بالملحه وبطيطه اللي ها هي، والمعدنوس كتير لبدت كترو حيت هو كيبغي يكون هاد لاصالاد كتبغي المعدنوس، وبصيله اللي كتشدو كترقدوها في مليحه والخل وكتخليوها خير الله، عاد عاد كتشللوها باش ديروها في لاصالاد. دابا غادي نبداو على بركه الله، غادي نديرو الخيار، غادي نديرو فكوس،
وغادي نحطو هادي هنا، وغادي نجيبو هاد لو سالادي، غادي نديرو فيه البطيطة ديالنا شممسات، المعدنوس، المعدنوس كتير، وعريش ديال القزبور، دابا غادي نديرو البسالة ديالتنا، وغادي نحركو، نحركو مزيان، ضروري تحركو، لأنه علاش درت هادي بوحدها؟ باش ما يطرونش ليكم داكشي، ويجيكم داكشي مقاد مقاد مزيان. دابا هادي غادي نديرو ليها لافينيغات شوية، وعاد نديرو الأخرى كاملة نزيدوها شوية، باش هادو أصلا أصلا البطاطا كديروها بالملحة، والحمص والحمص حتى هو كتسلقوه بالملحة. و دابا نعاودو نتلاقاو بوغ لا سيزون. دابا هادي أصلا فيها الملحة الخضرة وفيها كلشي، غادي نديرو زويتة نعيمة هكا بالملحة، قريصة فغيمون قريصة، وشوية دالخل، ونخلطوها مزيان، ما عرفتش واش قلت لهم الطون، المهم الطون ها هو راه غنديرو، ما عرفتش واش قلتو لكم ولا لا، الطون والبيض مسلوق. دابا غادي نجيبو السلطة ديالنا، غنجيبو السلطة ديالنا، عندي شي وحدين هنايا صافي بداو كيلوو بالريحة، كتشمي واش مزيان، دابا كنديرو ليها بحال هكا، جربو ما تخلطوهاش، وغادي نديرو فيها نديرو الطون بالزيت ديال الله يخليكم، كتبغي هادي كتبغي الزيت ديال الطون ضروري ضروري تكون صافي. من بعد راه في الحقيقه ما بقى ما نزيد من فينيغرات، كتكون مزيانه هكا. دابا غادي نزوقوها بالبيض ديالها، وهذه هي لا سالاد بورتوغيز. بلاتي بعد ما وجدت لا سالاد ديالتنا اللي ها هي، غنقول لكم واحد الحاجه، ملي كتوجدوا كاع لي زانغغيديون الصباح بكري كان في كل شيء كيبدا يطلع او ميم طون، قد القطبان قد قد لا سالاد. دابا القطيبات وجدوا، ها هما غادي نقدمهم لكم، ها هما القطيبات ديالنا بعد ما تشواو، ما بقى غير نقول لكم بالصحه والراحه. جربوهم راهم ساهلين في التصاويب، ماشي واعرين. مع السلامه، خليتكم على خير.